أنشأت وحدة تنسيق الدعم محطة لتصفية مياه الصرف الصحي وجعلها صالحة للاستخدام في سقاية الأراضي الزراعية، وذلك في مدينة بزاعة شرقي حلب، حيث سيستفيد من المشروع 19 مزارعا. سنتعرف إلى تفاصيل هذا المشروع وأهميته بعد متابعة هذا التقرير. في سبيل إيجاد حلول صحية وأكثر استدامة في ري الأراضي الزراعية التي لا تمتلك مصادر مائية ولجوء أصحابها لسقايتها بمياه الصرف الصحي، أوجدت وحدة تنسيق الدعم حلاً يقلل بطريقة محدودة من أثر السقاية بهذه المياه، حيث عملت الوحدة على إنشاء محطة لتصفية مياه الصرف الصحي وجعلها صالحة لسقاية الأراضي، وذلك في مدينة بزاعة شرقي حلب. بالنسبة لمحطة الترسيب، هي محطة تشتغل بالهضم اللاهوائي، فنحن الهدف من المحطة هو تخفيف الحمل العضوي للمياه. في عنا حمل عضوي موجود بمياه الصرف الصحي، هو بنرمز له هو البي او دي، فالبي او دي عنا بالشبكة ببزاعة بحدود 1300، فنحن بالمحطة عم نخفضه لحدود 200 أو 150 بعد المعالجة. يعني بالنسبة للمحطة بتعطينا معالجة بكفاءة 80 إلى 85%. اعتماد عدد كبير من المزارعين على سقاية أراضيهم بالمياه السوداء الملوثة ساهم بانتشار مرض الكوليرا في عدة مناطق من شمال غربي سوريا، وتسبب بأضرار على مستوى المحركات والمنتجات الزراعية، وخفض نسبة الإنتاج. في المرحلة القادمة إن شاء الله يعني راح تكون في فائدة أكبر. الفائدة راح تكون من طرف أول شيء توفير الري المساحة أكبر، لأنه بده يصير ري بالتنقيط أو الرزاز. يعني اليوم لما احنا بدي اسقي بالمي العادية قبل التكرير ممكن اسقي لي 4 دونمات أو 3 دونمات أو 5 دونمات باليوم بالحالة العادية، اما في حال تكررت المي ممكن تسقي دبل المساحة. سيستفيد من المشروع 19 مزارعا ستصل مياه المحطة الى اراضيهم التي تبلغ مساحتها قرابة 80 هكتارا، وذلك عبر خط الري الذي انشأته الوحدة، حيث بلغ طوله 1300 متر، وسيغذي الأراضي القريبة منه بكمية تقدر ب 800 متر مكعب، وهي الطاقة الإنتاجية للمحطة في اليوم الواحد. استثمار المياه الملوثة وتحويلها إلى مياه صالحة للزراعة سيساهم بزيادة الإنتاج والجودة، وخصوصا أن المنطقة تعاني أصلا من جفاف ضرب أراضيها، وذلك نتيجة عدم توفر مصادر مائية مستمرة وعجز السلطات عن استجرار المياه من المصادر التي تعتبر قريبة نسبيا. همام الزين، تلفزيون سوريا، من مدينة بزاعة في ريف حلب. وينضم إلينا المهندس عساف العيسى المسؤول في المشروع من مدينة بزاعة. مرحبا بك سيد عساف، لنتكلم عن أهمية هذا المشروع وآلية عمله والفوائد التي يمكن أن يعود بها هذا المشروع على المنطقة. حياكم الله أستاذ عساف. بالنسبة للمشروع، هو عبارة عن محطة معالجة لمياه الصرف الصحي تم إنشاء في مدينة بزاعة. الهدف من المشروع هو معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها لري الأراضي الزراعية، بسبب اعتماد المزارعين على الري المباشر لمياه الصرف الصحي الملوثة. فأجت فكرة المشروع إنه يتم معالجة المياه، بعدها يتم توزيعها على الأراضي بخط زراعي بطول 1300 متر لا يتم السقاية فيها. المشروع هو عبارة عن نيروبيك بافلد رياكتر، محطة معالجة بالهضم اللاهوائي. بتتم عملية الترسيب الأولي داخل خزان مقسم لخمس حجرات، عن طريقة بيتم هضم المواد العضوية عن طريق البكتيريا اللي راح تتشكل مع بقاء المياه ضمن المفاعل خلال زمن تركيز مدة تتراوح بين 24 إلى 72 ساعة. طيب، هذا المشروع كم يغطي من احتياجات المنطقة؟ هلا بالنسبة للمشاريع في منطقة درة الفرات، تم إقامة 3 محطات معالجة، واحدة بصغران وواحدة بقباسين والثالثة حاليا بتزاعة. المشاريع هي صغيرة بتغطي مناطق محددة، يعني بالنسبة لبزاعة بتغطي 80 هكتار. السبب انه بتغطي بس 80 هكتار، المشروع بيعتمد بتشغيله على كمية مياه الصرف الناتجة عن مدينة بزاعة وناتجة عن عدد سكان اللي هو تقريبا بحدود 35 ألف مسكن بزاعة، فما ممكن زيادة القدرة الإنتاجية للمحطة عن 35 ألف. هو يغطي كل المنطقة التي يتواجد بها، يعني مثلا المشروع في بزاعة يغطي كل بزاعة، ليس كذلك؟ يعني لا يغطي مدن أخرى. نعم، هلا هو بيغطي جزء من الأراضي الزراعية. بالنسبة للطرف الغربي من بزاعة كله أراضي زراعية، ممكن إنه
كلها تستفيد من المياه المعالجة، ولكن لأنه ما في عندنا كمية مياه كثيرة فما نحسن. يعني ممكن إنه لقدام يصير في آبار ممكن تدخل المحطة بتأدي إنه تزيد من إنتاجية المحطة. طيب، آليات عمل هذه المحطة بالوقت الحالي واستفادة الأراضي الزراعية منها بكل تأكيد هي أفضل بكثير من مياه الصرف الصحي الخالصة، لكن الآن هذا المشروع يقلل نسبة الخطر بمرض الكوليرا بشكل كامل أم كيف؟ نعم، بالنسبة للمعالجة الجرثومية للمحطة ما في أي طريقة للمعالجة الجرثومية حاليا موجودة بالمحطة، لأنه هي بتعتمد على مرحلة الترسيب أولي فقط، فما في أي. يعني بالنسبة للمزروعات بيتم ترشيد المزارعين لزراعة مزروعات محددة ممكن أنه مياه الصرف الصحي ما بتأثر عليها كثير. فقط هذه هي الآلية. طيب، باقي المزروعات التي يضطر المزارعون لزراعتها في هذه المنطقة ولا يتوفر غير مياه الصرف الصحي، ما الحل معها مثلا؟ هل يمكن لهذا المشروع أن يفعل أي شيء من أجلها؟ لا، ما المشروع ما بيحسن يفيد المزروعات، خاصة المزروعات الخضرية اللي بتكون أساس تكوين الثمار هي المياه، فلا المشروع ما بيدبر مثل الخيار مثلا. والمشروع بيعتمد، يعني في عنا بالنسبة للمشروع راح يتم توزيع شبكات ري بالتنقيط، راح يتم فيها ري المزروعات الموجودة اللي راح توزع مدخلات زراعية للمزارعين اللي هي 20 مزارع، بيغطوا كل مزارع 2 دنم، راح يتم توزيع شبكات ري تنقيط بدورات لتغطي 2 دنم وسمادات مشان يتم. وطبعا نحن اخذنا عينات تربيه وحللناها، شفنا ايش ممكن هالاراضي او هالمناطق الزراعيه ايش بتحتاج، كمان راح يتم توزيع اسمده وعناصر صغرى وعناصر كبرى للاستفاده الاكبر من الاراضي. يعني طيب، هل سيتم تطوير المشروع اكثر من اجل ان يتم يعني او من اجل الخضروات التي ذكرتها او المزروعات الاخرى يمكن ان تستفيد منها؟ هل يوجد مشروع اخر لهذا الموضوع ام هو المشروع نفسه بحاجه الى تطوير لمستوى تقني معين؟ نعم، هل نحن بتصميم المشاريع المحطات الثلاثه اعتمدنا انه ممكن لقدام ممكن ندخل طريقه معالجه ثانويه بالاضافه لطريقه المعالجه هي، فهي بتعتمد على اساس انه بس اجانا مشروع ممكن انه يعني نحن طارحين الفكره على داعمين، على اكثر من داعم، انه هل المشروع هو مرحله ترسيب اولي ممكن بحاجه انه نعمل مرحله ترسيب ثانويه نضيف كلور بتصير المياه، اذا ضفنا كلور مثلا بتصير المياه معالجه جرثوميا ممكن استخدامها لري الخضروات وري المحاصيل الزراعيه اللي حاليا نزرع بها. اشكرك كثيرا المهندس عساف العيسى مسؤول المشروع من ابزعه. حياك.